احنا خلاص في العد التنازلي اهوت عشان نستقبل موسم عظيم من مواسم الطاعة. يعني احب الفت الانتباه انه قد ايه شهر رمضان عظيم وقدره كبير قوي، وفي ليلة قدرها كبير خالص اللي تسمى ليلة القدر. واللي تسمى ليلة قدر لأنه في هذه الليلة المباركة أنزل كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على نبي كريم ذي قدر لأمة ذات قدر. الكتاب اللي قدره كبير أوي القرآن نزل بواسطة ملك، الملك ده ذو قدر اللي هو جبريل. الكتاب اللي قدره كبير نزل على نبي كريم ذي قدر اللي هو سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لأمة ذات قدر اللي هي أمة سيدنا النبي، اللي القرآن قال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. رمضان شهر مليان خير وبركات ونفحات، ويستحق منا أيها المستمعون الأكارم كل التحضيرات والتجهيزات، انك تجهز نفسك وتحضر نفسك والاستعدادات لشهر رمضان. احنا منذ اسبوع تقريبا، يعني من بدايات شعبان او من منتصف شعبان، بنلاقي كثير من الناس بدأوا يجهزوا وبيعملوا استعداد رمضان عن طريق الخيم الرمضانية وعن طريق زينة رمضان وعن طريق يميش رمضان وبلح رمضان وأمر الدين رمضان ومكسرات رمضان وخزين رمضان. شوف كله بيعد العدة في الأمور المادية. طب يا ترى إحنا جاهزين لاستقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك؟ الاستعدادات النفسية والأخلاقية والروحية ومن حيث الآداب والتزكية، ده رمضان ده شهر مهم جدا. سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام مرة طالع المنبر، هو كان الأول بيخطب على جذع نخلة في المسجد النبوي، يقف على جذع النخلة ويخطب خطبة الجمعة. تقدمت الأمور شوية فصنعوا له منبرا من الخشب بثلاث درجات، يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات ويخطب الجمعة. مرة وهو طالع، هو طالع المنبر بيحط رجله الشريف عليه الصلاة والسلام على الدرجة الأولى فقال آمين، رفع رجله الشريفة وضعها على الدرجة الثانية من المنبر، هو طالع الدرجة الثانية قال آمين، طلع الدرجة الثالثة قال آمين. آمين احنا بنقول آمين لما حد بيدعي صح؟ اللهم اهدنا في من هديت بنقول آمين، وعافنا في من عافيت آمين. طيب النبي كان بيقول آمين على ايه؟ الصحابة تعجبوا اللي قاعدين جنب المنبر سمعوا بيقول آمين على ايه. فلما نزل قالوا له يا رسول الله احنا سمعناك بتقول آمين ثلاث مرات. قال اه، جاءني اخي جبريل، امين الوحي جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيطلع الدرجة الأولى بيقول له يا محمد رغم أنف عبد، يعني إيه؟ يعني خاب وخسر، خسران وخايب. مين ده؟ من أدرك أبويه أو أحدهما اللي شاف أبوه وأمه أو شاف حد فيهم ولم يدخلاه الجنة، يعني ما كانوش سبب في دخوله الجنة. معك أبوك، معك أمك، معك الاثنين، اضمن الجنة ببرك ليهم، اضمن الجنة بانك تراضي امك، اوعى تزعل امك، اوعى تزعل ابوك مهما كانت الاسباب. بصوا يا جماعة، مفيش مبرر على الاطلاق يخلي الابن يتأفف قدام ابوه وامه. فقلنا يا رب طب افرض دول مشركين، في بقى اعظم ذنب هو الشرك. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. القرآن بيقول طب لو حربوك عشان تبقى مشرك أعمل إيه معهم بقى؟ قال فلا تطيعهما، يعني ما اسمعش كلامهم يعني؟ طب أتخانق معهم؟ قال لي لا. طب أعملهم وحش؟ قال لي لا. قلت لهم أعمل إيه؟
قال لي وصاحبهما في الدنيا معروفة، المصاحبة بالمعروف، كل طلباتهم انك تهتم بيهم، انك تلبي شؤون حياتهم، انك تدبر شؤون حياتهم. تخيل، فهو طالع النبي عليه الصلاة والسلام المنبر في الدرجة الأولى، جاله جبريل قال له يا محمد رغم أنف عبد، أي خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل أمين. النبي قال قلت أمين، أمين على الكلام ده. وبعدين وأنا بصعد الدرجة الثانية قال لي يا محمد رغم أنف عبد خايب وخسران من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل أمين. فقلت أمين، يعني جاي لنا رمضان، هيهل علينا رمضان. طب اللي مش هيتغفر له في رمضان هيتغفر له انت رمضان اللي بعده؟ ايش دراك انك هتعيش رمضان اللي بعد؟ ايش ادراك؟ عرفت ازاي؟ معك ورقة بكده؟ ما نعرفش، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، حش عارف بكرة في ايه، وما تدري نفس بأي ارض تموت، حش عارف اجل وامتى وفين. سبحانك يا رب، عشان ما تقوليش لا لا انا لسه بعز شبابي، ده انا راجل بشيل حديد، ده انا بلعب كمال اجسام، ده انا باكل اكل هيلثي ولا اكل صحي. لا 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 لا، انسى. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. يا مناس في غاية الصحة اوب مات، ما عمركوش شفته على الهوى مباشرة لاعب كرة قدم بكامل اللياقة البدنية ووظائف الجسم عنده والوظائف الحيوية زي الفل، وبيجري في قلب الملعب هوب مات. ايه ده؟ ازاي كده؟ سبحان الله. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. يعني في ناس، واحد صحيح يموت من غير مرض، وواحد مريض عاش حينا من يعيش 20-30-40 سنة وهو معاه مرض ما يعرف بالأمراض المزمنة. سبحان الله العظيم. فما تقوليش أصل فاللي رمضان حيجيله ومش هيتغفر له في رمضان ده خايب وخسران، وجبريل بيقول للنبي قول أمين على كده، فالنبي قال أمين. صعد الدرجة الثالثة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بنقول النبي طالع المنبر على ثلاث درجات، قال أمين ثلاث مرات. فالصحابة بيسألوا انت كنت بتقول أمين على ايه؟ فقال في الدرجة الأولى قال جبريل وقال إن خايب وخسران اللي أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قول أمين يا محمد، قلت أمين. في الثانية قال له خايب وخسران اللي أدرك رمضان فلم يغفر له، قل أمين. قال فقلت أمين. الثالثة قال له رغم أنف عبد، يعني خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل أمين. فقلت أمين. اللهم صل على سيدنا النبي يا رب. تسمع اسم النبي اللهم صل عليه، ريحة الكلام، آل البيت، أي اللهم صلي عليه على طول، على سيدنا النبي. اوعى يكون بتتكلم انت واحد يقول لك طب صلي على النبي، اصل الموضوع يا سيدي بقى، بقول لك صلي على النبي، اصل الموضوع يا سيدي، موضوع ايه وبتاع ايه، اركن كل الدنيا على جنب. اول ما تسمع اسم النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اذا شئت في الدارين تسعد، وفي اوج العلا ترقى وتصعد، وتعطى الفوز والملك المؤبد، فأكثر بالصلاة على محمد اللهم صل عليه. وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وفي القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داخل علينا رمضان، الناس كلها بتفكر في الاستعدادات لرمضان، الاستعدادات المادية عن طريق كم كيلو عدس، كم كيلو فول، كم كيلو رز، كم كيلو مكرونة، كم كيلو تمر، كم كيلو قمر الدين، كم كيلو مكسرات. لا، أنا عايز أقول أنا عندي مشاكل أخلاقية،
أنا بتكلم عن نفسه بقى، بتعصب، سريع الكلام على الناس لا سمح الله يعني، بخيل لا سمح الله، ماشي، خايف على بكرة، ازاي خايف وربنا موجود وربنا بيده مقاليد السماوات والأرض. فالحاجات دي، طب أنا داخل رمضان، هدخل رمضان حالي شكله ايه؟ المفروض بقى عارف زي ايه؟ مثال بسيط خالص، ربنا من عليك اشتريت عربية جديدة، منين؟ من باب الله، جات لك من باب الله، كسبتها يا عم. بعدين مركز الصيانة بتاع العربية دي اتصلوا بيك وقالوا لك انت لك صيانة عندنا مجانية، مجانية لمدة سنتين، كل 5000 كيلو تقطعهم بالعربية تيجي الصيانة، او كل 10000 كيلو تيجي الصيانة، تغير زيت، فلاتر تكييف، تيل فرامل، ظبط العفشة، كل حاجة مجانية. طيب حلو قوي، هتودي عربيتك ولا مش هتوديها؟ طبعا هوديها. يا نهار ابيض، كل 15 يوم كده اوديها، يشيكوا عليها ويظبطوا لي الدنيا وكل حاجه، والميه والرادياتير وكل حاجه، كل حاجه، ويلمعوها لي وينظفوها لي بره وجوه ببلاش. طبعا. السؤال الثاني، وانت داخل مركز الصيانه، لما بيجي مهندس الصيانه بيستلم العربيه منك بيقول لك ايه؟ لك اي شكوى حضرتك؟ بسمع صوت اما باجي ادوس فرامل، التكييف بحس انه مش ما بيقديش الغرض، ما بيسقعش العربيه كويس، احيانا وانا في المنحنيات كده وانا بلف بالعربيه في صوت صفاره بيحصل، مش تقول له العيوب اللي عندك؟ لما باجي عد المطب كده بحس ان في صوت تزييقه كده، مش تقول له اللي عندك؟ هو بيقول لك في. طب احنا داخل علينا رمضان، ده مركز صيانه، رمضان ده مركز صيانه، اخش بخيل لا سمح الله اطلع كريم، اخش عصبي اطلع عندي اخلاق وحلم وعفو. شو ما هو شهر الصبر، رمضان شهر الصبر، رمضان شهر يزاد فيه رزق المؤمن، رمضان شهر القرآن، بعرض نفسي على القرآن بقى، ومن اراد ان يكلمه الله فليقرأ القرآن. فباخد معلومات بقى، بيانات، باخد حاجات من ربنا بيبين لي حاجات، بيقول لي المجتمع ماشي ازاي، بيقول لي انا صح ولا غلط، بيقول لي المشكلة اللي انا فيها سببها، كل حاجة. زي ما تحط تخش مركز الصيانة فيحطوا العربية على الكمبيوتر، يطلعوا كل حاجة في العربية. هو رمضان كده، يا ترى احنا جاهزين نخش مركز الصيانة؟ لازم تجهز نفسك واجيب ورقة كده واشوف، ابص في عيوبي شوي، يمكن انسى عيوب الناس. بدل ما انا في الراحة والكية قاعد على الفيسبوك، ده غلط وده بيعك وده بيقول اي كلام. ده الناس النهاردة بتطلع تنتقد حلقات في برامج دينية وهي مش دارسة. تخيل ان انا اطلع، انا الشيخ رمضان عبد المعز اللي شغلانتي خريج الازهر الشريف ثقافة اسلام، ما بفهمش حاجة الا في الثقافة الاسلامية، فاطلع اقول ايه؟ اصلا انا شفت ماتش امبارح كان في تقصير في خط الوسط وخط طبعا ما تاخدوش على كلام، انا ما بفهمش حاجة في الكورة، وخط ال 18 انا ما اعرفش هو فين خط ال 18 بس بسمعه، وبعدين كان في فاول ما اتحسبتش فاول، ولا كان في رمي التماس ما اتحسبت، حاجة كده يعني. تصدقوا كلامي يا حضراتكم؟ تصدقوا كلامي؟ تصدقوا في ايه؟ وانا ما افهمش حاجة، افهمش حتى حاجة في ده قوانين ما اعرفهاش. اوفسايد يعني ايه؟ امتى تبقى اوفسايد؟ ما اعرفش، انا اسمع ما اعرفش. فيمكن لما بص في عيبي انا بقى كرمضان ابطل اتكلم في حاجة ما تخصنيش وما فهمش فيها. شفت ازاي؟